النهارده برحب بشكل كبير جدا بمعالي الوزيره، بس ده مش اللقاء الاول، لكن النهارده اللقاء الاول في مقر الدوره يعني بطوله العالم. معالي وزيره الصحه في الحقيقه اجتماعات كثيره جدا كانت برئاسه دوله رئيس الوزراء، وجود رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، ووضعنا الاطر العامه للاجراءات الاحترازيه اللي هنقوم بيها، والدور الكبير جدا في الحقيقه لمعالي الوزيره. معالي الوزيره انا بنفسي موجوده في كل المحافل وننزل بشكل عملي في كل حاجه. النهارده كان اطار عام للتنسيق مع الاتحاد الدولي ورئيس اللجنه الطبيه للاتحاد الدولي واللجنه الطبيه المحليه في اللجنه. الاطر العامه النهارده كانت موجوده طبقا للكونسبت او الطرق الاحترازيه اللي موجوده من الاتحاد الدولي، ودي معالي الوزيره بقى تفسرها لنا. برحب بكم، سعيده جدا بان انا موجوده في مقر الاتحاد وفي وجود معالي وزير الشباب والرياضه ودكتور حسن مصطفى. الدولة المصرية والقيادة السياسية بتولي اهتمام كبير ببطولة كأس العالم لكرة اليد، وإن شاء الله مصر في إدارة الأزمة على مدى السنة الحمد لله يعني كان لها سبق في حاجات إيجابية كتيرة جدا ونتائج كويسة جدا في إدارة الأزمة، وإن شاء الله نقدر ننفذ البطولة. كل موارد وزارة الصحة البشرية والمالية والإمكانيات كلها متاحة وتحت تصرف معالي الوزير، وكلنا هنشتغل لإنجاح البطولة. ده حدث عالمي كبير جدا، أول بطولة تتعمل بطولة عالم لأي لعبة في ظل الوباء. إن شاء الله كلنا بنشتغل مع بعض ومنسقين مع بعض، وكل قيادات وزارة الصحة بتشتغل بنفسها. وزي ما قال سيادة الوزير، أنا يعني هنزل مع سيادة الوزير نشتغل على التفاصيل ونتأكد منها ونعمل بروفات مرة واثنين وثلاثة، ويبقى عندنا يعني سيناريوهات كاملة. وإحنا الحمد لله يعني منسقين على أعلى مستوى بقالنا مدة طويلة، أكتر من 3 شهور. إن شاء الله الحدث ده هيكون حدث عالمي دولي يليق بمصر، وإن شاء الله يخرج بأحسن صورة طبية وأحسن صورة رياضية بإذن الله. خليني أنا بس في الأول إن أنا أحب إن أنا أوجه شكر للدولة، الدولة يعني بداية من سيادة الرئيس للحكومة، للدكتور مصطفى، للدكتور أشرف، معالي الوزيرة. فاللي أنا عايز أقوله إن أنا إحنا كاتحاد دولي سعداء جدا، وحظ البطولة إنها تكون هذه البطولة في المشكلة اللي إحنا فيها دي إنها تكون في مصر. زي ما معالي الوزيرة كانت دلوقتي بتتكلم إن في ناس بيقولوا ويعملوا وبتاع وإحنا لا، أنا شايف إن إحنا أكبر من المشكلة وفوق المشكلة، وبالإمكانيات الكبيرة اللي الدولة فتحاها مع الدكتورة هالة والناس الرئيس القطاعات المختلفة اللي موجودين، بالإمكانيات دي أنا بعتقد إن إحنا إن شاء الله هتكون من أحسن بطولات. وزي ما أنا قلت قبل كده إن السؤال بتاع حضرتك إن كل الفرق أكدت اشتراكها، بس طالبين كل دولة زي ما حضرتك عارفين بيبعت يسألوا إحنا الموضوع ده نعمل فيه ولو حصل كذا نعمل إيه، وده من حقهم. اللي أنا عايز أقوله إن إحنا دعاء من الشعب المصري كله للبطولة إنها تنجح، لأن دي هتبقى واجهة مشرفة لمصر والمصريين في ظل المشاكل الموجودة على مستوى العالم. وطبعا أنا متتبع اللي بيحصل، لأن أنا بيسألوني التلفزيونات وانتربيوهات وبتاع وكلام زي كده، وما أعرفش أنت حركوا عارفين ولا لأ، أن من بكرة ألمانيا قفلت خالص، يعني ما فيش إلا مثلا الصيدليات، ولو عايز تشتري حاجة أو بتاع قفلوا كل حاجة ألمانيا بداية من بكرة. فاللي أنا عايز أقوله أن إحنا مش موجود الكلام ده هنا في مصر، وأنا متأكد تماما أنها هتكون نموذج ناجح لأي بطولات عالم، ودي هتفتح الباب لكل الدول أو لكل الاتحادات الدولية عشان تنظم البطولات بتاعتهم بعد ما اللجنة الأولمبية الدولية أجلت دورة أولمبية. وأول مرة في تاريخ الدورات الأولمبية إن تتأجل الدورة الأولمبية طوكيو من 2020 إلى 2021. باختصار
كل حاجة معمولة على أعلى مستوى. وأنا تاني بأكد شكري باسم الاتحاد الدولي، 209 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي عندنا، كل الناس هتيجي، كل الناس أكدت إن هم هيجوا يحضروا، ما عندناش أي مشاكل خالص، والإجراءات بتتعمل للناس اللي جاية. أما لو واحد جاي عنده مشكلة مش هيدخل، واخد بال حضرتك، عشان نبقى احنا مسؤولين. وبعدين انا كراجل رئيس اتحاد دولي، وانا بقالي طبعا فتره كبيره كرئيس اتحاد دولي، يعني انا باكد ان لو احنا في ريسك، اي ريسك ان البطوله تقام في مصر، انا مش هضحي باسم بلدي وان احنا نعمل حاجه وواحد يموت هنا ولا واحد يجرى له حاجه لا قدر الله وبتاع وكلام زي كده. احنا عايزين نطلع بالبطوله بان احنا طالعين والناس تتكلم على مصر، ويبقى كل واحد مشترك في هذه البطولة يبقى سفير لمصر في بلده.